استشار مؤتمن اللي بيصنع عطور يوجه المصنع مسك النخبة، وأنا المسؤول عن كل خلل يصير له. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كلمة للتجار، الواحد يرأف للمجتمع، الواحد يصير بسيط مع المجتمع، الواحد يصير رحوم مع المجتمع، لا يرضى الربحية مليار مليارين، خلك بسيط، انزل للمجتمع، شوف وش يحتاج المجتمع. في ناس في المجتمع يبغى يشتري أي منتج سواء هذا حلا ولا غيره، لكن التكلفة زايدة، سوي لك عروض، سوي لك خصومات، طيب خله خير مبطن. طيب أنا بس معليش سعد عندك سؤال، أنا عشان بقي دقيقة تقريبا. لا تنصح في تجارة العطور ولا لا المبتدئ؟ المبتدئ اللي يقولك أنصح أو شوف إيش أنت تبغى، ما هو أنصحك. العطور فيها خير، إذا الله وفقك عرف كيف تسوقها وتبيعها، فيها خير رغم ازدحام السوق. رغم ازدحام السوق، بس كيف تبرز، صنع لك فكرة مختلفة راح تبرز وفك الله، لكن صنعك فكره مختلفه. الله يوفقنا. والله كان بدنا نطول معك يا سعد، لكن عيوني لكم والله العظيم مضيع الوقت، والله العظيم الجلسه معك انها ما تمل. يا تمل اي والله ما تمل، واخوي سعد ما قصر حتى في جيته، لكن مع ان تاخر شوي كان ودنا يشاركني بدري، لكن انا عاذرك لان المدارس والطريق. والله تعودت يا سلمان، خلاص انا صرت اتاخر دايما، لا تسالني خلاص. ايه اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، نذكركم في جمعية رؤوم في مكة المكرمة لكفالة اليتيم. طبعاً 300 ريال تكفل اليتيم مدى الحياة. كما قلنا لكم يعني مشاهدين الكرام، كفالة اليتيم شيء عظيم، وحنا اللي محتاجين الشيء هذا. أنا دائما أعيد الشيء هذا وأقول لكم حنا محتاجين الشيء هذا، لأن حنا فعلاً محتاجين أن نكفل يتيم أو نتبرع لأخرتنا، عشان أخرتنا. والله يا جماعة ما حد ضامن عمره نهائيا. طبعا ارقام الوقف والحساب الراجحي اللي حاب يحول ولا زي كذا موجود على الشاشه. انا اتمنى لكم كل التوفيق، وعسى الله يوفق الجميع يا رب. اخوي سعد تشرفنا فيك يا بعد. اي والله، وكان جدا حلقه ممتازه وممتعه. اتمنى انهم استفادوا. اي والله جيتك طيبه يا بعد. واخوي سعد منيع الله يعطيك العافيه. نبي ختاميه ببيت بيتين شعر قبل لا نقفل. والله ما عندي شعر، لكن انا عطنا يا اخوي لا تغيب من اليوم، من دخلت تكسر عطنا الحين. قبل لا ما خليت مجال للشعر عطنا عابر شيء، لكن في الصدقه اضطرك بشوي. اكيد كل واحد ما له غالي عنده، بس قالت لي الاخ حتى بعد يوم اقول لك يبذل، وما يهم يدرون ما يدرون المجتمع بطريقه الخير المبطن هذا. صح. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اكيد كل واحد ما الغالب عنده، لكن البر اغلى، وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله. لا يبخل الواحد على نفسه بالصدقه او بالنفع للمجتمع او الخير. فانا اسمع الكنترول شغال عليك. طبعا وصلنا الى نهايه حلقتنا، يا جماعه. عسى الله يوفقكم ان شاء الله ويسهل اموركم. اليوم جدا استمتعنا مع اخوي الجميل سعد الشمري. انا اتمنى لكم التوفيق يا رب، وشكرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقيكم غدا بضيوف مميزين مع اخوي سعد بن منيع باذن الله. الله يعطيكم العافيه، استودعكم الله. بقى.